موجز العاشرة من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. شدد مجلس الأمن القومي التركي على وجوب تجنب الخطوات الأحادية الجانب في ليبيا من أجل إجراء الانتخابات بشكل قانوني وفي جو يسوده الهدوء. جاء ذلك في بيان أصدره المجلس مساء الخميس عقب اجتماع ترأسه رئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، وجاء في بيان أن أنقرة تدعو المجتمع الدولي للوقوف في وجه الفاعلين الذين يستغلون المرحلة الحالية لمصالحهم الخاصة. أفادت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية أمس الخميس بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي قلصت قائمتها للدول التي يمكنها شراء تقنياتها للأمن الإلكتروني بعد مخاوف من الإساءة المحتملة لاستخدام برنامج تسلل باعته مجموعة SNO الإسرائيلية المتخصصة في تطوير برامج التجسس. وقالت الصحيفة التي لم تكشف عن مصادرها إن المكسيك والمغرب والسعودية والإمارات من بين الدول التي سيتم منعها الآن من استيراد تقنيات أمن الإنترنت الإسرائيلية، وتم تقليص قائمة الدول المؤهلة لشراء هذه التقنيات إلى 37 دولة فقط من أصل 102، وسط انتقادات دولية لاستخدامها في اختراق هواتف صحفيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء حقوقيين في دول عدة. أعلنت القوات المسلحة الإثيوبية نشر وحدات من الجيش في محيط منطقة سد النهضة لتأمينه ضد أي خطر بعد محاولات لمهاجمته، وفقاً لإذاعة فانا الإثيوبية. قالت قوات الدفاع إن أعمال بناء سد النهضة الكبير ما زالت جارية دون أي عقبات أمنية، حيث يعكف الجيش على أداء واجباته في المنطقة ليلاً ونهاراً. وأشارت قوات الدفاع الإثيوبية إلى وقوع محاولات متكررة من قبل من وصفتهم بقوات المرتزقة لزعزعة الأمن في المنطقة السد، لكن بقوات المنوط بها حراسة المشروع تمكنت من هزيمة المهاجمين. هددت الولايات المتحدة الأمريكية الخميس بمواجهة إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر المقبل إذا لم تتعاون تعاوناً أكبر مع الوكالة في تصعيد قد يقوض المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015. وقالت الولايات المتحدة الأمريكية في بيان لمجلس محافظي الوكالة إنه إذا لم يعالج عدم تعاون إيران فوراً لن يكون أمام المجلس خيار سوى معاودة الاجتماع في جلسة استثنائية قبل نهاية العام للتعامل مع الأزمة، مشيرة إلى إعادة تركيب كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ورشة كرج التي تصنع أجزاء لأجهزة الطرد المركزية المتطورة التي تخصب اليورانيوم. أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان العراق حسين حما كريم قطع إيران إمدادات المياه عن إقليم بنسبة 100%. وقال المتحدث إن 70% من مياه نهر السروان تأتي من الأراضي الإيرانية لتصب في أراضي إقليم كردستان، وقطعت إيران هذه الإمدادات وغيرت مسارها كما غيرت مسار نهري الزاب الأعلى والزاب الأسفل، ولهذا انخفضت نسب مياه الأنهار في إقليم كردستان بصورة ملحوظة. اتهم الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون باستفزازه لاستقباله في قصر إليزي خصمه الأبرز الرئيس البرازيلي الأسبق اليساري لولا دا سيلفا. وكان بولسونارو في مقابلة إذاعية: لقد كان ماكرون دوما ضدنا، لقد هاجمنا دوما بشأن قضية الأمازون، لذلك فإن هذا الأمر يبدو حقا استفزازا، مضيفا بالقول أن ماكرون ولولا دا سيلفا يتفقان جيدا، هما متفاهمان ويتحدثان نفس اللغة. وكان ماكرون قد خص الرئيس البرازيلي الأسبق الأسبوع الماضي باستقبال رسمي في قصر إليزي.
أعادت مصر افتتاح طريق المواكب الكبرى التاريخي المعروف بطريق الكباش مساء أمس الخميس في احتفال ضخم بمدينة الأقصر في صعيد مصر، ويبلغ طول الطريق نحو 3 كيلومتر وعرضه 76 مترا، على جانبيه أكثر من 1000 تمثال لأبو الهول، ولكن برأس إنسان وبرأس كبش في رمز للإله آمون. وخلال فعالية الافتتاح قال وزير الآثار المصري خالد العناني إن الحدث الأساسي هو الكشف عن طريق الكباش، أكبر مشروع أثري مصري منذ عام 1949. نهاية الموجز، إلى اللقاء.